للحديث أكثر حول تشديد أمريكا العقوبات على إيران مع قانون يسعى النواب الجمهوريون إلى تمريره وشمول العراق بهذا التشديد، ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أستاذ كامل، بداية مرحبا بك. النواب الجمهوريون يسعون لإصدار قانون لتشديد الضغط على النظام الإيراني بحزمة عقوبات أكثر وطأة، كيف ترى هذا القانون؟ يعني هذا القانون هو تتويج للسياسة الأمريكية المتعلقة بالضغط على إيران وبعض الدول المتهمة بالإرهاب، ومحاولة للملمة العبث والاضطراب بالسياسة الخارجية الأمريكية من قبل الجمهوريين لمعاونة الرئيس الأمريكي. ولا اعتقد انه هذا القانون سيكون فعال اكثر من العقوبات اللي اصدرها الرئيس الامريكي وادارته منذ تولي الرئاسه. القوانين تصدر ولكن يبقى التنفيذ بيد الرئيس وادارته، هذه هي مهارات التشريع هنا في امريكا، مثل ما شفنا ايام الحكم أوباما، فكان قانون موجود ضد إيران ولكن الرئيس استخدم صلاحيته الممنوحة بنص القانون ليخفف العقوبات على إيران. يعني هل تساهل الرئيس أوباما مع إيران أو تساهل الرئيس أوباما مع إيران له دخل في هذا السعي؟ نعم، يعني في كل قوانين بصورة عامة مبدئيا هنا الكونغرس يصدر التشريعات ويحدد اسماء الدول المستهدفه ويترك خيار التنفيذ للادارات التنفيذيه الحكومه، وتقدم تقارير موسميه فصليه الى اصحاب القرار اللي هم الكونغرس. هذه هي طبيعه انتاج التشريعات هنا في امريكا. والقانون هناك دلالات زمنية ربما الآن في هذه المرحلة، يعني ما الذي دفع الجمهوريون للسعي إلى هذا القانون من وجهة نظرك؟ هذا مثل ما بينت، يحاولون الآن اكو كلام على انه الإدارة الأمريكية مبعثرة في وليست لها استراتيجية واضحة بالنسبة للسياسة الخارجية، وخاصة مع الدول تشكل خطر على الأمن القومي الأمريكي مثل إيران والصين وروسيا والدول السائرة ضمن الركب الإيراني. الجمهوريين يحاولون يتوجون جهد الإدارة الأمريكية في قانون يعتبروه منجز قبل الانتخابات، خاصة وأنه كثير من المؤيدين للرئيس ترامب أنه الرئيس ترامب هو بطل قومي ضد إيران وضد الصين والدول اللي هي تشكل خطر على الامن القومي الامريكي، ولهذا يريد يعمل بهذا التشريع اللي يسموه قانون. استاذ كامل، القانون المقترح يعني كما تعلمون يتضمن 140 وسيله لمعاقبه ايران. ما الاثر الذي يمكن ان يحدثه هذا القانون؟ الكثير ممن يعني قللوا من شان هذه القوانين وهذه العقوبات وهذا التشديد للضغط على ايران وقالوا ان هذه مجرد امور يعني لا جدوى منها. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ أنا أتفق مع كل من يقول أنه لا جدوى من العقوبات، لأنه المعروف أن الإدارة الأمريكية تستخدم موضوع العقوبات لمحاولة الضغط على تغيير السياسات للدول المتمردة على خططها وتأثر على وضع السياسة الأمريكية الخارجية، وفعاليتها أعتقد ضعيفة لأنه بالنسبة لإيران بالتحديد الاقتصاد الإيراني معروف بيد الحرس الثوري، يعني 40% رسميا مسجل باسم شركات تابعة للحرس الثوري، والباقي من الاقتصاد يعمل بتسهيلات وبموافقة وبإذونات من الحرس الثوري. وشفنا يعني الحرس الثوري من أكثر من سنة واعتبر من ضمن التشكيلات الإرهابية ومعاقب من قبل الإدارة الأمريكية وما زال ويتحكم بالاقتصاد. أستاذ كامل، يعني إلى أي مدى هو اعتراف ضمني بعدم
كفاءة العقوبات السابقة، إلى أي مدى ترى أن أمريكا الولايات المتحدة هي تعترف ضمنيا بعدم كفاءة القوانين السابقة؟ ويعني إذا كانت هذه القوانين أو العقوبات غير مجدية، لماذا يعني تطلقها بين الحين والآخر؟ لا، هي مجدية من ناحية الضغط على إيران أو غيرها في تغيير بعض السياسات. يعني هم يعني تلمسوا كثير من التصرفات الإيرانية التي انضبطت تحت الضغط والعقوبات الإيرانية الأمريكية. ولكن المبدأ الآخر اللي يحكم السياسة الأمريكية وأصحاب القرار أنهم غير معنيين بتغيير الأنظمة. يعني إحنا الرأي العام العراقي وغير العراقي يتوقع أنه من العقوبات تغير نظام، والأمريكان هنا ما عندهم هذه السياسة، مارسوها مرة واحدة وتورطوا بقضية العراق ولن تتكرر يعني إلى أجيال قادمة. يعني القانون، قانون تحرير العراق صدر في زمن الرئيس كلينتون ونفذ بعد 5 سنوات أيام الرئيس بوش، ولن نتوقع أنه هنالك تغيير دراماتيكي يهز الأرض مثل ما يقولون في إيران أو غير إيران، عدا تغيير من سلوكها العام. طيب يعني في هذه الزاوية أستاذ كامل، هناك يعني أمر أيضا مهم وهو تأثير هذه القوانين المقترحة على الميليشيات في العراق. هذه القوانين نعم تنظر، و الميليشيات بالعراق تأثيرها سيكون يعني محدود على هذه الميليشيات وحركتها، لأنه إذا لم يتم تغيير في إيران اللي هم أصحاب القرار والتحكم بموضوع الميليشيات، لن نشهد يعني تغيير في سلوك الميليشيات في العراق. بالعكس، يعني الميليشيات الآن هي تكرر تجربة الحرس الثوري اللي الآن هو متحكم بإمكانيات إيران، والميليشيات الآن باسم الحشد الشعبي هي تتحكم بكل إمكانيات الدولة العراقية على المستوى الاقتصادي والمالي وغيره. إلى أي مدى تعتقد أن الأمور ربما تتغير في العراق لو استطاع العراقيون تحجيم دور تلك الميليشيات كما هي مطالب الثوار الآن؟ نعم، هذا موضوع مفصلي. يعني من صدور قانون الحشد الشعبي وإحنا يعني توقعنا بأنه انتهى سيطرة الدولة الرسمية التقليدية بالعراق من يوم تنفيذ هذا القانون، والآن يوميا نشهد بالفعل أنه كل سلطات الدولة العراقية هي رهينة بيد الميليشيات باسم الحشد الشعبي، بما فيها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى. من واشنطن، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني، نشكرك شكرا جزيلا.